هاي ماي دير ستودنتس، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا النهاردة لسن 4. تعالوا نقرا مع بعض الكلمات دي. شايفين قدامنا حرف الاي ووراء اي تانية زيها، اي ووراها اي، بنقراها اي طويلة شوية، بنطول في النوت، يعني اي اي. feel happy feel happy feel يعني يشعر، وhappy يعني سعيد. feel happy يشعر بالسعادة، حاسس إنه مبسوط. sleep sleep، بنطول في الإي، sleep sleep يعني ينام. green 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 هو اللون الأخضر. meet meet يعني يقابل، meet. شيرين شيرين ده اسم بنت. احب اقول لكم حاجه مهمه، واخدين بالكم ان كلمه شيرين مكتوبه بكابيتال اس، بدأناها بكابيتال اس. عارفين ليه؟ علشان كل الاسامي لازم تبدأ بحرف كابيتال. يعني لو هنكتب محمد لازم نبدأها بكابيتال ام، ولو هنكتب سارة لازم برضو نبدأها بكابيتال اس. يبقى اي اسم لازم نبدأه بكابيتال لاتر. بي 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 يعني نحلة. يبقى لو لقينا حرفين اي ورا بعض هنطول في النوت بتاعهم، long vowel e، long long طويل. feel sleep green meet شيرين be. اوكي طيب، ولو لقينا اي بعدها اي، تخيلوا هننطقها برضو زي الاي اي، كأنها اي طويلة. تعالوا نشوف examples. leaf 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 يعني ورقة شجر. الاي والاي اخدتوا بالكم نطقناها ازاي؟ leaf. clean 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 يعني نظيف، ولو استعملناها كفعل أو verb كأنها معناها ينظف. clean. eat 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 يأكل. meet meet خدوا بالكو فوق meet meet بالاتنين تي ورا بعض كان معناه يقابل. هنا meet meat يعني لحمة، هما بيتنطقوا زي بعض بس كل كلمة ليها معنى مختلف. team 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 يعني فريق، زي الزمالك والأهلي. I love زمالك team. I love أهلي team. team فريق. يبقى EE أو EA بيتنطقوا زي بعض، بننطقهم كأنهم E طويلة، بنطول في نطقهم.
هقرا لكم الكلمات تاني بسرعة. feel sleep green meet شيرين بي ليف كلين ايت ميت تيم. انا عايزاكو تقروا الكلمات دي كتير كتير كتير. كل ما عينكو تشوف الكلمة مرات اكتر هتلاقوا نفسكو خلاص عارفينها. اول لما تشوفوا ورقة الشجر، يا ميس دي اسمها ليف، وانا عارف، انا شاطر، انا عارف بتتكتب ازاي. بتتكتب L-E-A-F. ازاي نوصل للمرحلة دي؟ ان احنا نشوف الكلمة كتير، عينينا تشوفها كتير، لساننا ينطقها كتير. طب تعالوا نحل الاكسرسايز الصغير ده. Listen and supply the missing letters. يعني استمع واكمل الحروف الناقصة. أول صورة عندنا صورة إيه؟ ورقة شجر. وزي ما قلنا ورقة شجر يعني leaf. leaf. إزاي بقى بنكتب leaf؟ L E A و F. leaf. تاني صورة، واحد بينام. يعني ايه ينام؟ يعني sleep. sleep. طب sleep بتتكتب ازاي؟ S L E E P. S L E E P. sleep. تالت صورة عندنا صورة لحمة، وقلنا لحمة معناها meat. meat. وافتكروا صوت ميس مارال وهي بتقول لكم في كلمتين اسمهم meat، بس كل حاجة ليها معنى مختلف. meat يقابل، وmeat لحمة. طب دي بتتكتب ازاي يا ميس، ودي بتتكتب ازاي؟ ميت اللي هي اللحمة بنكتبها M E A T. M E A T. ميت. أما إن الصاحب يقابل صاحبه، يقابل يعني ميت، بس بنكتبها M E E T. M E E T. opposite. يعني ايه opposite؟ يعني عكس حاجة وعكسها. زي مثلا طويل وقصير، تخين ورفيع. الكلمة او الصفة وعكسها. example small small صغير، عكسها big big كبير. شايفين النملة صغيرة ازاي؟ small. وشايفين الفيل كبير ازاي؟ big. tall tall طويل. عكس طويل ايه؟ قصير. short short. tall short. happy happy سعيد او فرحان. مين عارف ايه عكسها؟ مين فاكر الكلمة اخدناها في الدرس اللي فات؟ عكس happy sad. برافو عليكم. sad يعني زعلان او حزين. ممكن كمان نقول unhappy. في كلمات
لو زودنا قبلها حرف اليو والان يعني ان بيطلع لنا عكس الكلمة، زي هنا happy unhappy. مش كل الكلمات والصفات كده، بس في استثناءات، في شوية ينفع معاهم الرول دي. kind kind يعني طيب عطوف مش بيأذي حد، kind. عكسها unkind. شفتوا هنا كمان زودنا un un قبل الكلمة وطلع لنا عكسها، kind يعني عطوف طيب، unkind غير طيب شرير مش عطوف. يعني شايفين في الصورة الأولانية الولد بيحب القطة بيطبطب عليها، والولد الغلس التاني الـ unkind بيضرب ويزق القطة بيضايقها. لو دخلتوا على قوائم التشغيل الـ playlists عندي هنا في قناتي مدرستنا في البيت، هتلاقوا في ألبوم مكتوب فيه phonics songs، أغاني حلوة للأطفال بتعلمنا ننطق إزاي والكلمات. هتلاقوا أغنية حلوة قوي معمولة كلها على الكلمات وعكسها، اسمها The Opposites Song. اسمعوها وأحب أني أعرف رأيكم، عجبتكم ولا لأ؟ وتعالوا دلوقتي نحل exercise صغير على the opposites. the opposites الكلمات وعكسها opposites. read and match with the opposite. يعني هقرا لكم أنا الكلمات وإنتوا قولوا لي أنهي كلمة عكس أنهي كلمة. يلا بينا نبدأ. kind 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 يعني عطوف طيب، عكسها short ولا small ولا unkind. شاطرين، عكسها unkind. زودنا un un قبل الكلمة وطلع لنا عكسها عطوف kind، غير عطوف حد شرير وحش unkind. طيب كلمة tall tall يعني طويل، عكسها short ولا small؟ short قصير، tall short. طب كلمة big big فاكرين شكل ايه قدام عينيك وانا بقول لكم big؟ الفيل. الفيل كان كبير big، كان ايه بقى عكسه؟ النملة الصغيرة. كان مكتوب ايه جنب النملة؟ small small صغير، big الفيل الكبير، small النملة الصغيرة. تعالوا ناخد تمرين تاني. read and match. read اقرأ، match وصل. كلمة بي بي اي اي ب اي اي بي بي يعني نحلة. برافو عليكم نحلة. طب eat eat e a t eat eat معناها ياكل.
طيب قولوا لي بقى بسرعة. ميت، M-E-A-T، ميت معناها ايه؟ لحمة. برافو برافو عليكو. وكلمة ليف، ليف، L-E-A-F، ليف، ليف يعني ورقة شجر. طيب والإكسرسايز ده بيقول إيه؟ circle and write. circle، ضع دائرة واكتب write. أول صورة اللون الأخضر. اللون الأخضر اسمه green. green. طب يا ترى فاكرين green كان بيتكتب ب E ولا EA؟ افتكروا كده في الصورة green كانت مكتوبة ازاي؟ صح، برافو عليكم، كانت مكتوبة بال EE green. GREEN. طب الصورة التانية، ده فريق، فريق اسمه تيم. تيم كان مكتوب ازاي؟ TEAM، TEAM، فريق. طب ومين الشاطر بقى اللي فاكر ميت بمعنى يقابل كانت مكتوبة ازاي؟ M-E-E-T، M-E-E-T، يقابل. طيب وكلمة sleep، sleep ينام، كنا بنكتبها ازاي؟ S-L-E-E-P، S-L-E-E-P، sleep، sleep. طيب نحل آخر exercise كمان. read and choose، اقرأ واختار. I يعني أنا. eat ولا feel happy؟ أنا أشعر بالسعادة ولا أنا باكل السعادة؟ أنا بشعر بالسعادة. I feel happy. I feel happy. Number two. She يعني هي. She sleeps ولا meets at night؟ sleeps بتنام ولا meets بتقابل في المساء أو بالليل؟ هي بتعمل إيه بالليل؟ بتنام. sleeps، she sleeps at night. Number three. I can. I أنا can يعني أستطيع أو أقدر eat أكل ولا clean أنظف the kitchen. the kitchen المطبخ. أنا أقدر أكل المطبخ ولا أنا أقدر أنظف المطبخ؟ أنا أقدر أنظف المطبخ، يبقى هنختار clean. I can clean the kitchen. ونمبر فور، I play with my team ولا meet؟ I play، أنا ألعب، with my، مع
with يعني مع. أنا بلعب مع فريقي my team ولا my meat مع لحمتي. أنا بلعب مع إيه؟ بلعب مع فريقي my team فريق.